فيديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في برنامج استوديو الحدث لهذا اليوم. إلى العناوين: ترجيحات إسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق في صفقة المحتجزين خلال أيام مع استعداد لبحث تهدئة دائمة. حرب غزة تصاعد توتر نتنياهو، تقارير عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وخوف من المذكرات الجنائية. وزير خارجية فرنسا في لبنان في مسعى لتهدئة جبهة الجنوب، هوكشتاين يترقب من تل أبيب تحريك القرار 1701. مع تعثر استصدار وثائق ثبوتية، 50% من النازحين العراقيين محرومون من حقوقهم وأطفالهم بلا هوية. وفد روسي في بورت سودان لتنسيق إقليمي، وتقارير عن نشر قوات لموسكو جنوب ليبيا تحت مظلة الفيلق الإفريقي. بعد تفاؤل حذر وبوادر إيجابية في المحادثات المصرية الإسرائيلية حول صفقة مع تل أبيب، كشف مصدر في حركة حماس للحدث أن الحركة أرسلت المقترح المصري لرئيس الحركة في القطاع يحيى السنوار وتنتظر الرد عليه خلال أيام. وأكد المصدر أن الحركة ستشارك مع القيادة بغزة وخارجها أي مقترحات دولية بشأن وقف إطلاق النار. وفي وقت سابق أفاد مصدر مصري مسؤول بأن القاهرة قدمت اقتراحا لحماس بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزا إسرائيليا مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني، وأضاف أنه من المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة حماس في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة على الرغم من وجود بعض التحفظات. منذ اندلاع الحرب على غزة ولأول مرة يبدي زعماء إسرائيل استعدادا لمناقشة نهاية للحرب بإطار صفقة لتبادل المحتجزين وفق موقع أكسيوس. مسؤولان إسرائيليان قالا إن المقترح الجديد بشأن الصفقة المحتملة مع حماس ينطوي على استعداد لبحث استعادة تهدئة دائمة بعد الإفراج عن المحتجزين على أسس إنسانية. وأضاف موقع أكسيوس أن الوفد المصري قدم مقترحا جديدا لحماس يظهر استعداد إسرائيل لتقديم تنازلات غير قليلة. وأشار المسؤولان الإسرائيليان إلى أن المقترح الجديد أخذ في الاعتبار الخطوط الحمراء لحماس وما تعتقد مصر وإسرائيل أن الحركة قد تقبل به أو تقبل به. وذكر المسؤولان أن المقترح الجديد سيبحث إعلان وقف دائم لإطلاق النار في المرحلة الثانية من الصفقة. مسؤول إسرائيلي آخر قال إن حماس تعتبر التهديد باجتياح رفح جنوب قطاع غزة حقيقيا. لمناقشة كل هذه التطورات السياسية من رام الله معنا الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، ومن القاهرة معنا أيضا الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري. أهلا وسهلا بكما. سأبدأ معك سيد أشرف، ما دقة ما تتحدث عنه أكسيوس؟ هل فعلا إسرائيل تبحث بأن يكون هناك تهدئة وصفقة شاملة في هذا التوقيت مقابل الإفراج عن كافة الرهائن؟ صباح الخير أستاذة تهاني وضيفك الكريم والسادة المشاهدين. بكل تأكيد هناك سباق مع الزمن، طيله الأسبوع الماضي هناك مباحثات، كان هناك رئيس الأركان الإسرائيلي ورئيس الشباك في القاهرة الأربعاء الماضي وحصلوا على مسودة مشروع مصري جديد وعرض لتل أبيب وبحثه، ثم أرسل الوفد المصري يوم الجمعة الماضية وفد أمن رفيع لديه تجربة وتراكم خبرات على مدار 20 عاما في المباحثات مع الجانب الإسرائيلي، واستطاع أن يحصل على بعض الضمانات الإيجابية التي يمكن تصب في خانة أن يكون هناك بالفعل
المتعلق في الأجل القريب ربما مع نهاية هذا الأسبوع اتفاق أو لا اتفاق. وأعتقد أن كل المؤشرات من قبل الجانب الإسرائيلي تصب في خانة أن هناك بالفعل ضغوط مورست من قبل الجانب الأمريكي والمجتمع الدولي على الجانب الإسرائيلي، وأن التحذيرات المصرية والمخاوف المصرية أبلغت بشكل كامل الجانب الإسرائيلي بشأن اجتياح رفح، ومن هنا هناك تعديل في البوصلة من قبل الجانب الإسرائيلي، والكرة الآن في ملعب حماس وفي انتظار رد السنوار. ربما هذا الرد سيأتي القاهرة مساء الغد أو صباح الثلاثاء على أكثر تقدير، لأن هناك بالفعل إذا كان هناك توافق ستبدأ تشرع القاهرة بدءا من الأربعاء والخميس القادمين في إمكانيات بالتعاون مع الجانب الأمريكي والجانب القطري، في إمكانيات أن يكون هناك بالفعل استضافة مفاوضات لوضع الترتيبات والآلية التنفيذية لدخول هذا الاتفاق. وأعتقد إذا لم توافق حماس أعتقد ستكون الفرصة الأخيرة، ولا يلوملنا أحد إلا حماس نفسها لأنها تضيع فرصة، ونتنياهو يتمنى أن يكون هناك بالفعل عدم قبول من قبل السنوار حتى تعطى المبررات نتنياهو لاجتياح رفح في هذا الأمر، وستكون حماس هي الخاسر الأكبر في هذه المعركة. طيب قبل أن نذهب إلى رام الله مع الدكتور محمد، سؤالي لك يا سيد أشرف مرة أخرى، إذا وافقت حركة حماس هل هناك ضمانات إسرائيلية قدمت لمصر ليس بتأخير عملية رفح ولكن إبعاد التفكير عن هذه العملية؟ بكل تأكيد جزء من مضمون المباحثات وأيضا انشغال المصري والحراك والمصري بشكل مكوك طيلة الأسبوع الماضي كان في محاولة بعد أن تيقنت كثير من العواصم الدولية والأوروبية والجانب المصري بأن هناك نية إسرائيلية والقرار اتخذ بشأن اجتياح رفح والتوقيت أصبح في يد نتنياهو، فكان هناك درجة كبيرة من تشغيل محركات الإقلاع المصري باتجاه إسرائيل والأطراف الدولية حتى نجحت القاهرة بكل تأكيد حسب المعطيات بأن هناك بالفعل رغبة في إقناع الجانب الإسرائيلي. نعم طيب سأذهب إلى رام الله. الدكتور محمد المصري معنا. قطع يا أحمد. طيب يا أحمد صلح الصوت. طيب دكتور محمد أهلا بك معنا، أريد أن أسألك فيما يخص، هناك أكيد توقعات ما الذي ممكن أن تقدم عليه حماس أو يأتي رد السنوار إيجابي يعني الذهاب إلى صفقة شاملة كما تتحدث إسرائيل؟ تفضل. صباح الخير لك ست هاني ولكافة المشاهدين للأستاذ أشرف من القاهرة. وأنا أعتقد بأن المقترح حينما تقدم في الجانب المصري هو مقترح مهم ومشروع إنقاذي كان بالتفاوض والتشاور مع الإدارة الأمريكية وإطلاع حتى المفاوض القطري على ذلك، وبالتالي هو ورقة الوسطاء الثلاثة. وهناك في تقدم في الموقف الإسرائيلي حتى بين مزدوجين بما يتعلق بعودة النازحين من الجنوب للشمال إلى بيوتهم وليس إلى خيام في معسكرات خيام، هذا شيء جديد يعني. والجانب الثاني وهو مهم على أعتقد أنه مستعد الحكومة الاحتلال أن تناقش في المرحلة الثانية مسألة وقف إطلاق النار، هذه المسألة مشكوك فيها، لذلك إذا تضمنت هذه القصة بما تحدث الجانب المصري بأنه نعم هناك ضمانات أمريكية مصرية قطرية أن تضمن بأنه في المرحلة الثانية سيكون وقف إطلاق النار، أعتقد بأن السنوار من تحت الأرض سيوافق على هذه الورقة، ولكن إن لم يضمن وقف إطلاق النار لن يكون أمامه مقدرة للمرونة بهذا الجانب، لأنه ستستهدف بعد التبادل مباشرة ستكون هناك حرب من جديد على رفح أو غير رفح، الحرب هي مستمرة على الكل. الجانب المهم أنا أعتقد أنه جاءت هذه الوثيقة وهذه المقترحات حتى تحافظ على سير الاتصالات مفتوحة وتطمئن، يعني بمعنى إغلاق الباب هذا مشكلة كبيرة جدا. اليوم نتنياهو اطمئن بأنه سموتريتش وبن غفير لن يذهبوا باتجاه إسقاط حكومته لأسباب يعوا تماما، إذا سقطت الحكومة سيكون هناك انتخابات جديدة وبالتالي هم مش حيكونوا موجودين، هاي تطمينات جديدة. إلى جانب تطمينات لبيد في المعارضة قال إذا لم يصوتوا معك إذا ذهبوا خارج الحكومة سنكون نحن 24 عضو سنقدمه كمعارضة معك في يعني التصويت للصفقة وبالتالي لن تنهار حكومتك. تطمينات لنتنياهو بعدم انهيار الحكومة هو الذي أعطى خلى مؤشر أو يوافق إلى حد ما إلى عودة النازحين من الجنوب للشمال. اليوم نحن أقرب إلى يعني الهدنة أكثر ما احنا أقرب إلى الحرب. نتاج كل هذه التطورات ليس لدينا، كمان ما يحصل في الولايات المتحدة الأمريكية، نتنياهو يعرف تماما ما يحصل في الجامعات، هؤلاء الجيل الجديد الذي سيحكم بعد 10 سنوات سيكون له موقف طبعا يعني من العلاقة مع دولة الاحتلال، يريد أن ينهي هذه المشكلة ويبرد الأجواء ويتفرغ إلى الجبهة الشمالية في جنوب لبنان. نعم طيب دكتور محمد، أنا استوقفتني نقطتين، النقطة الأولى طالما إسرائيل وافقت على عودة النازحين إلى الشمال يعودون إلى أين ومنازلهم مهدمة، هذه نقطة.
النقطة الثانية يعني الموافقة يعني نظرية أكثر من أنها فعلية. النقطة الثانية بالنسبة للتطمئنات التي ذهبت إلى حكومة نتنياهو، يعني ما كان يائير لبيد وسموتريش قالوا إذا وافق على الصيغة المقترحة هذا تقديم تنازل لحماس وهو ما لا تقبله إسرائيل أو تشكل حركة ضغط على حكومة نتنياهو. شوفي، بالجانب الأول مهم عودة النازحين إلى بيوتهم من أجل تمكينهم، كان مطروحا من قبل نتنياهو أن يعودوا إلى معسكرات مغلقة بالأسلاك الشائكة في داخلها خيام، بالتالي كأنه يذكرنا بسنوات 48 أو يذكرنا بما حصل مع أجداده في الأوشفيتس، وبالتالي هذه المعسكرات اعتقال. لكن حينما يعود المواطن إلى بيته المهدم ويضع خيمة هناك يستطيع أن يتوائم مع الطبيعة الذي عاش فيها وبالتالي يرتب أموره، لأنه من ضمن موجود عودة النازحين إلى بيوتهم هي انفتاح المساعدات الاجتماعية الاقتصادية الغذاء الماء والآن في شبكة المياه وشبكة وأيضا المخابز بعيد ترميمها في منطقة الشمال، فممكن هناك أن يكون أفضل بكثير مما هو موجود في خيمة معتقل، خروجه ودخوله المخيم صعب جدا. اما فيما يتعلق بالحكومه انه لو سحب سموتريتش وبن غفير باعضائهم اللي هم يمكن تقريبا 14 الى 15 شخص لبيد يمتلك 24 عضو كنيست حتى الان، لانه في الانتخابات الماضيه هو يعتبر المعارضه هو الذي يمتلك العدد الاكبر، لذلك اعطى دفعه لنتنياهو انه نحن مستعدين نقدم لك شبكه امان. بالرغم من ذلك نتنياهو لا يطمئن للبيد، ولكن امامه فرصه الان ان يخفف الضغوطات الخارجيه ويعيد علاقات دولة الاحتلال مع المجتمع الدولي، وهناك مخاطر جديدة موجودة في داخل الشمال، وأعتقد أنه وصلت المعلومات تقول أنه إيران مستعدة تفتح حلفائها في المنطقة معركة كبيرة جدا إذا تم اجتياح رفح بالشكل الذي دخل فيه إلى خان يونس، وبالتالي أمام منطقة قد تتمدد الحرب فيها إلى إقليمية، وهو لا يستطيع والإدارة الأمريكية لا ترغب والإخوان العرب لا يرغبوا، والآن في مفاوضات على موضوع يعني بالدول السداسية غدا بعد غدا ستكون مع بين بلينكين والدول السداسية في الرياض، لذلك في حراك سياسي، في حراك على الصعيد الأمني، حراك أيضا أنه لم تعد هناك أهدافا حتى في قطاع غزة حتى يوصل إلى ويحققها برمزية نصر، وماذا لو دخل رفح ولم يجد الأسرى ولم يجد القيادات، ماذا سيقول؟ هربوا باتجاه سيناء وإلى حقهم بسيناء. أعتقد أنه وصلت الحرب إلى نهايتها والآن البحث عن حلول للنزول عن الشجرة لكل الأطراف، الأطراف المتحاربة الفصائل ودولة الاحتلال من جانب، والجانب الثاني يتعلق أيضا حتى بالولايات المتحدة الأمريكية ما يحصل داخلها، مصر وتخوفها من اجتياح رفح، وقطر والآن الذي تفكر من جديد باتجاه إعادة موقفها في موضوع الوساطة، الكل مأزوم. وأعتقد هذه الذي قدمتها جبهة مصر العربية مشروع إنقاذ للجميع والوصول إلى تسوية بهذا الجانب قد يريح الكل. نعم. طيب عاد معنا سيد أشرف. سيد أشرف، بالنسبة للمحتجزين الذي يتم الحديث عن الإفراج عنهم، هناك بعض المحتجزين حركة حماس أساسا فقدت الاتصال بهم مع الفصائل الأخرى، يعني لا يتم العلم هل هم أحياء أم قتلوا أثناء هذه المعارك، هل هذا الأمر نوقش في هذه المفاوضات أم هناك شروط واضحة مثلا من الطرفين؟ إذا كانت هناك أسماء غير متواجدة كيف سيتم التعاطي معهم؟ معذرة على انقطاع الاتصال. بكل تأكيد هذا الأمر نوكش مع الجانب الإسرائيلي في فورات الجمعة الماضية في تل أبيب، وأعتقد حركة حماس أبلغت القاهرة وأبلغت الجانب الإسرائيلي عبر الوسطاء أن ما في حوزتها حتى هذه اللحظة 33 أسير فلسطيني إسرائيلي فقط ما زالوا على قيد الحياة، يمكن التعاطي مع هذا الرقم في المرحلة القادمة، وأن هذا الأمر أدى لأن يكون هناك بالفعل درجة كبيرة من الرفض لأن يكون هناك بالفعل استمرار للتغاضي الإسرائيلي أو التراجع عن الاستمرار في عملية التسلم والتسليم طبقا للاتفاق المرتقب خلال المرحلة القادمة. طيب عملية رفض السنوار يا سيد أشرف وقبوله، حاجة مش طبيعية يا جماعة والله. فين الصوت؟ طيب احنا اسفين يمكن يكون خلل تقني. طيب نفس السؤال هسأله لحضرتك يا دكتور محمد، اذا السنوار لم يوافق على هذه المقترحات التي الان حولتها حركة حماس اليه، هل هناك اوراق ضغط مثلا من الجانب المصري من الجانب القطري الذي عاد للوساطة مرة اخرى، ام سيترك الامر بالرغم من كل التخوفات لكافة الاطراف في المنطقة؟
سيدة تهاني، ادعي ان السنوار يوافق ان شاء الله. عموما لو ما وافقش السنوار ستكون بالنسبه لنا مشكله على الصعيد الفلسطيني، وانه الانظار ستتوجه الى حركه حماس وتحميلها المسؤوليه وتعطي فرصه لنتنياهو للدخول رفح وهو مرتاح بدعم امريكي، لانه هناك في اتفاق امريكي اسرائيلي تشكيل غرفه عمليات واحده لاداره المعركه في رفح. وبالتأكيد إذا دخلت الولايات المتحدة الأمريكية تكون تهدف إلى السيطرة على مجريات العمليات ولا يتضرر حجم كبير من المدنيين، وبنفس الوقت توصل إلى وقف إطلاق النار في اللحظات التي تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وترغم نتنياهو على ذلك. ولكن أيضا في كمان جانب سلبي، الولايات المتحدة في غرفة عملياتها مع إسرائيل لن توافق على هزيمتها، وبالتالي ستذهب بالنهاية في هذه المعركة حتى توصل لبعض الأهداف التي تكون رمزية انتصار. نحن نتمنى أن تسير هذه المقترحات باتجاه السليم، وإن كانت ستأخذ وقتا ليس في الإجابة، الإجابة ستوصل غدا إن شاء الله، يعني هذا التوقعات كلها. والتوقعات أن يكون أنه نعم هناك موافقين عليها، لكن لدينا بعض الملاحظات التي يمكن مناقشتها في سير العملية في المرحلة الثانية في التبادل ليس في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بس أركز لك على الأرقام، هم لديهم 129 أسير، الحديث الرسمي هناك 34 شخص متوفى منهم وليس 70، يبقى 95 أسير موجود. الحديث اليوم عن 33 هذول من الفئة الأولى اللي هي معتبر فيها مدنيين وفي نفس الوقت نساء وممكن كبار السن، ولكن هناك أيضا جيش يعني عساكر وضباط لا يتم الحديث عنهم هذه الآن، يتم الحديث عنهم في المرحلة القادمة، لأن هذا يعني يضمن نفسه يعني المفاوض الفلسطيني بأن يكون هناك اتفاق شامل ووقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة، وفعلا يتمكنوا النازحين من عودة إلى بيوتهم. وحديث آخر أنه المرحلة الحالية أيضا يكون في مجرى سياسي لو عم بيتم الحديث عنه في الرياض، وإن شاء الله يكون يسفر عن تقدم إلى حد ما. نعم أستاذ أشرف، إن شاء الله الأمور صارت طبيعية الآن. إن شاء الله. طيب دعنا نتوقف لنستمع ماذا قال الرئيس الفلسطيني في الرياض، وسأعود إليكم لمناقشة هذه النقاط. نطالب وبالفور وقف القتال على غزة لأنه مؤذٍ جدا، ونعرف نتيجته وإلى أين يصل. المرحلة القضية الأولى هي وقف القتال، والقضية الثانية هي إمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في كل قطاع غزة. والنقطة الثالثة هي أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم، ويجب أن يبقوا في وطنهم، ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 1948-1967. هذه الطلبات طلبناها وقلنا لا بد في النهاية من حل سياسي، من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي. نعم إذا أعود إليك من جديد سيد أشرف، على ما يبدو أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو يكرر نفس النقاط التي تمت نقاشها في البداية، ولكن أنا أريد أن أفهم نقطة وربما المشاهد، يعني هل هناك تصور مصري لماذا ممكن السنوار يرفض هذه المقترحات؟ ما الذي يطمح إليه طالما حتى الآن المعركة لا يوجد فيها رابح ولا خسران؟ بكل تأكيد هناك مخاوف أن يتراجع السنوار في اللحظة الأخيرة، وهذا سوف يشكل نقطة ضعف خطيرة على حماس ستجني من خلالها ثمار الفشل والتعثر والتراجع، ربما تكون بداية النهاية للقضاء على حماس في منطقة رفح في ضوء ما يجهز له نتنياهو حاليا. ونتنياهو ينتهز هذه الفرصة ويتمنى من داخل قلبه ألا يكون هناك بالفعل رد إيجابي من قبل السنوار، لأنه سيعطى المبرر الكامل والوافي لاجتياح رفح، وسيخاطب المجتمع الدولي والداخل الإسرائيلي أن حماس هي من رفضت ومن عطلت هذه المفاوضات.
المفاوضات، لكن دعيني أشير في نقطتين عاجلتين. النقطة الأولى أنه طبق السيناريو المرسوم هناك أجواء إيجابية في القاهرة تعادل ما كان قائما في نوفمبر من عام الماضي عندما تم التوصل إلى هدنة الأسبوع ونجحت بكل تأكيد، وهناك انتظار لنتائج إيجابية، وأعتقد أن بلينكين مع وزراء الخارجية العرب في الرياض سيعود إلى تل أبيب الثلاثاء وسيتفق وينقل الموافقة الإسرائيلية للجانب المصري والقطري، وربما تعود المفاوضات حسب الخطة المرسومة والسيناريو القائم حتى هذه اللحظة بالمفاوضات الأربعاء أو الخميس القادم في القاهرة لوضع الآلية التنفيذية في هذا الأمر. هناك مخاوف، جاء نقطة أخرى، هناك مخاوف أن يكون أطراف في الإقليم تسعى لإفشال والتغطية ونسف هذا الاتفاق من خلال عمليات مناوشات كما فعل حزب الله بالأمس، وأيضا مخاوف أن تسعى إيران لإمكانية أن يكون هناك بالفعل تعكير لصفو أي مبادرة أو جهود تصب في خانة التوصل إلى تنفيذ المرحلة الأولى على الأقل من اتفاق إعلان المبادئ باريس 2. وهذه المخاوف قائمة ولديها محل من الإعراب السياسي، خاصة أن وتيرة الأعمال العسكرية لحزب الله تزايدت ليلة أمس في ساعة مبكرة من ليلة أمس، وهناك أيضا مخاوف أن تستغل إيران هذه النجاحات وهذه الأجواء لتعكير صفو كثير من الأجواء الطيبة، لأن لدى القاهرة قناعة تلامس اليقين هذه المرة أن الطرفين الإسرائيلي وحماس إلى حد ما في الخارج موافقة على العودة إلى مفاوضات. يبقى السنوار، وأعتقد السنوار سيوافق بضغط لأنه لن يجد خطة تسمح بهدنة بعد تنفيذ المرحلة الأولى أو الثانية من اتفاق على المبادئ، هدنة لمدة عام كامل كما اقترح الوفد المصري على الجانب الإسرائيلي في تل أبيب. وأعتقد هذه فرصة لإعادة النظر والبحث في صيغة اليوم التالي ومستقبل حماس في غزة في المرحلة القادمة. شكرا من القاهرة الكاتب الصحفي ومدير تحرير صحيفة الأهرام أشرف العشري، وأيضا من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا جزيلا لكم. ميدانيا، أفاد مراسل الحدث بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي على المناطق الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة، كما أكد أن الطائرات الإسرائيلية شنت غارة على بلدة المغرافة شمال النصيرات وسط قطاع غزة. قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إنه لو كان رئيسا للوزراء ما كان سيشن عملية عسكرية في رفح في مقابل استعادة الأسرى. وقال لبيد لهيئة الإذاعة الإسرائيلية إن المجتمع الإسرائيلي لن يتعافى دون عودة المختطفين، مبينا أن كل يوم تنتظر فيه حكومة نتنياهو يموت مزيد من المختطفين واحدا تلو الآخر. وقال إنه كان يمكن إبرام صفقة تبادل بديسمبر لو لم تشدد حكومة نتنياهو موقفها. وفي الضفة الغربية، اقتحمت القوات الإسرائيلية عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية وأجرت حملات تفتيش واسعة، كما اندلعت مواجهات بينها وبين شبان فلسطينيين. وسائل إعلام فلسطينية قالت إن القوات الإسرائيلية اقتحمت قرية بيت سيرا غرب رام الله وبلدة علار شمال مدينة طول كرم، إضافة إلى اقتحام عدة قرى غرب جنين بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة، كما أفيد باقتحام مخيم العروب شمال الخليل. اعتقلت قوات الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين في تل أبيب خلال احتجاجات خرجت مساء أمس للمطالبة بصفقة أسرى جديدة واستقالة حكومة نتنياهو. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا الإصابات بالسرطان تتضاعف في لبنان بسبب التلوث الذي تتسبب به المولدات الكهربائية.
ليلة ليست كغيرها، ليلة لعرض المقدمات وطرح التساؤلات، بحثاً عن النتائج والإجابات، لفتح ملفات لم تغلق وبحث قضايا لم تحسم، لاستقراء ما هو كائن واستشراف ما هو قادم واستكشاف ما هو واقع في مسرح الأحداث. ليلة للحوار حول القائم والمستجد بمشاركة الأطراف وتنوع الأطياف وبحضور الوسائل الأحدث في المتابعة والعرض والتحليل. الأخبار الليلة يومياً الخامسة بتوقيت غرينتش على شاشة الحدث. منذ ولدنا ونحن نصارع الحياة، نترك أشياء من أجل أشياء أخرى، نحاول جاهدين أن ندرك، أن نعرف السر في الوصول إلى غايتنا من العيش الكريم بلا حروب أو صراعات أو جوع أو مآسف. لطالما كانت الأمنيات صعبة التحقيق والأحلام تبقى أسيرة الواقع الذي طالما ننتظره أن يتغير. بكم مشاهدينا من جديد. قال وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني إنه سيقدم مقترحات لمسؤولين لبنانيين اليوم بهدف تهدئة التوتر بين حزب الله وإسرائيل ومنع نشوب حرب. وأضاف خلال زيارته لقوات حفظ السلام في الناقورة بجنوب لبنان إلى أن الوضع في مقارنة بعدد الضربات بين الجانبين يمكن وصفها بالحرب، مشيرا إلى أنه سيطرح مقترحات على السلطات اللبنانية لدفع المنطقة للاستقرار وتجنب نشوب حرب. وستركز محادثات سيجورني وفق إعلام لبناني على ورقة معدلة عن المقترح الذي سبق أن قدمه وتتمحور حول ثلاثة بنود، هي وقف الأعمال العسكرية على الحدود وإعادة تموضع كل الجماعات المسلحة بما فيها حزب الله وتثبيت الحدود بما فيها النقاط المتنازع عليها. ويهدف جزء من مقترحات فرنسا إلى دعم المهمة من خلال تعزيز دور الجيش اللبناني، كما ستؤكد باريس خلال زيارة سيجورني على الضرورة الملحة لكسر الجمود السياسي في لبنان عبر إجراء انتخابات رئاسية. وسيتوجه سيجورني بعد لبنان إلى المملكة العربية السعودية قبل السفر إلى إسرائيل لمواصلة جهوده الدبلوماسية. لمعرفة تفاصيل أوفى من بيروت تنضم إلينا مراسلة الحدث غنوة يتيم. أهلا بك معنا غنوة، تفضلي. نريد أن نعرف منك ما الجديد في هذه الزيارة إذا كانت هناك أي بيانات خرجت، تفضلي. كلام سيجورني صباح هذا اليوم أتى بعد زيارته الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة، وبعدها توجه إلى هنا إلى عين التيني حيث يلتقي الآن رئيس مجلس النواب نبيه بري. كما ذكرت هذه الورقة هي ورقة معدلة، سبق لفرنسا أن قدمت ورقة من أجل إيجاد حل للمعارك الدائرة في الجنوب اللبناني، ولكن يبدو أن الخلاف كان على مسافة تراجع حزب الله، والبعض رأى بأن كل الجهود الدبلوماسية التي تقترح بتراجع حزب الله هي تأتي لصالح الجانب الإسرائيلي. لذلك كان هناك مطالبات للجهات اللبنانية بتعديل هذه الورقة، وكان أيضا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي قد حصل على ورقة معدلة من الرئيس الفرنسي خلال زيارته لفرنسا. لكن اليوم الجهود الفرنسية هي طبعا مرتبطة أيضا بالجهود الأمريكية وبزيارة قد تكون قريبة أيضا لهوكشتاين إلى بيروت، من حيث أيضا التوصيات التي يعمل عليها. كان هناك أيضا لقاء لنواب المعارضة الذين زاروا الولايات المتحدة، أيضا حصلوا على بعض المعلومات حول ماهية المقترحات التي يمكن تنفيذها في جنوب لبنان. ولكن طبعا يعني لا يمكن تنفيذ أي معاهدة اليوم أو أي طرح بدون موافقة حزب الله على فصل يعني الوضع في جنوب
جنوب لبنان عن الوضع في غزة، وأيضا إسرائيل قالت بأن أي هدنة قد تكون مرتقبة في غزة غير ليس بالضرورة أن تكون هناك يعني أن تكون أيضا مرتبطة بجنوب لبنان. لذلك اليوم الجهات الدبلوماسية والحركة الدبلوماسية الخارجية تأمل بأن يكون هناك وضع حد أو يعني وقف تمدد هذه الحرب التي نرى بأنه رغم كل الجهود الدبلوماسية التي يعني التي تواصلت منذ اليوم الأول لبداية هذه المعارك في جنوب لبنان، هناك فشل للمساعي بأن يكون هناك حد للموقع الجغرافي التي تجري فيها هذه المعارك. نحن لاحظنا أنه منذ الضربة الإيرانية الأخيرة وأيضا يعني استهداف السفارة الإيرانية في سوريا تمددت هذه المعارك جنوبا، كان هناك أكثر من مرة ضربات للبقاع خلال الفترة الماضية، تكثفت هذه الضربات وكان هناك أيضا استهداف لمناطق تبعد 30 كيلومتر عن الحدود التي هي على الخط الأول من الحدود أو مسافة 7 كيلومتر التي كان يكون هناك حديث عنها، إضافة إلى استهداف منازل مدنيين وأيضا يستخدم حزب الله صواريخ جديدة في هذه الحرب واستهداف لعكا، وكل هذه الأمور التي توحي بأن هناك بالفعل امتداد لهذه الحرب بالرغم من الجهود الدبلوماسية التي تحاول يعني الحد من تمددها. تأتي اليوم هذه الزيارة أيضا، البعض يعتقد أنه في بعض المعلومات تحدثت أنه اليوم في المؤتمر الصحفي الذي من المفترض أن يعقده الوزير الخارجية الفرنسي في نهاية زيارته سيكون هناك حديث عن دعم أيضا للجيش اللبناني الذي يطالب المجتمع الدولي بنشر قواته على يعني بنشر عناصره على الحدود الجنوبية في اللحظة التي يتراجع فيها حزب الله. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات من بيروت مراسلة الحدث غنوة يتيم. الساحة اللبنانية تشهد تحركات سياسية لإنهاء حالة الاشتباك بين حزب الله وإسرائيل من خلال السعي لتطبيق القرار 1701، ويرى مراقبون أن زيارة مستشار الطاقة في البيت الأبيض آموس هوكشتاين لإسرائيل مرتبطة بإنهاء الأزمة على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، حتى وإن كان هو صرح أن زيارته لإسرائيل خاصة للاحتفال بالفصح اليهودي. ووفقا لمراقبين فإن زيارة هوكشتاين للبنان مرتبطة أيضا بالتوصل لاتفاق ينهي الحرب على غزة بين الجانب الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، وبالتالي فإن تحقيق خرق في المحادثات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي سيشجع هوكشتاين على الانتقال إلى لبنان لبدء البحث في مسار تثبيت الحدود والتطبيق الكامل للقرار 1701. وأضافت بعض المصادر إلى أن فريق هوكشتاين في بيروت أحرز تقدما في المفاوضات التي يديرها مع الأطراف اللبنانية، وتترافق هذه التحركات مع تحرك فرنسي للتحضير لمؤتمر دولي للمانحين مخصص لدعم الجيش اللبناني، ففي حال بدء تنفيذ القرار 1701 سيكون على الجيش اللبناني نشر ما بين 10 إلى 15 ألف جندي في منطقة جنوب الليطاني وفق تقارير إعلامية لبنانية. من بيروت معنا رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن بشارة شربل. أهلا بك معنا سيد بشارة في برنامج استوديو الحدث. بداية، هل تتوقع أن يكون هناك استجابة من جانب السنوار على الأقل إذا لم يكن لغزة سيكون هناك الحفاظ على حزب الله وعدم إقحامه في حرب مع إسرائيل؟ لم أسمع السؤال، أرجاء إعادته. سؤالي، هل تتوقع بأن تكون هناك انفراجة في المباحثات وموافقة للسنوار على الأقل لتجنيب لبنان والحفاظ على عنصر حزب الله التابع لإيران بعيدا من إقحامه في حرب مع إسرائيل؟ لا أعتقد أن حسابات السنوار في الوقت الحاضر تتصل بحسابات حزب الله. السنوار في مأزق كبير، غزة تدمرت وما يعرض عليه لا يقل عن انسحاب السنوار وحماس وعدم وجودها المسلح في قطاع غزة. مسألة حزب الله باتت منفصلة عمليا عن ما يخططه السنوار. مسألة حزب الله تتعلق بماذا، كيف تنظر إيران إلى أزرعها وأدوارهم في المنطقة.
هل تستمر في حرب المشاغلة التي أطلقها حزب الله مهما كلف الأمر، أم أنها تسعى إلى تهدئة ما في الوقت الحاضر يسعى إليها الموفد الفرنسي تمهيدا لوقف إطلاق النار إذا حصل هذا الوقف في غزة ولم يتم اقتحام رفح؟ حزب الله في منزلة بين منزلتين، كما السنوار في منزلة بين منزلتين، والأيام الآتية ستظهر كيف تتقدم المسألة. هل هي نحو اقتحام رفح واستمرار تصاعد الحرب في جنوب لبنان، حرب المشاغلة، أم أنها سيكون هناك اتفاق أو صفقة ما في غزة تنعكس بشكل ما على الجبهة اللبنانية الإسرائيلية؟ نعم، ما هي انعكاسات حرب المشاغلة على تطبيق القرار 1701 وترسيم الحدود؟ عمليا حرب المشاغلة هي ضد القرار الدولي 1701 الذي يقضي بانتشار الجيش اللبناني والقوات الدولية على الحدود، هي ضرب كامل لهذا لمندرجات هذا القرار، وهي انتهاك للسيادة اللبنانية وللقانون الدولي. عمليا هذه الحرب التي أطلقها حزب الله هي خارج الشرعية اللبنانية وخارج التوافق الوطني، وحتى أن الإحصاءات تشير إلى أن الأكثريات الطائفية والشعبية في اللبنانية لا توافق على إطلاق هذه الحرب. نحن في وضع أن هناك حرب موجودة في الوقت الحاضر، كيف ستتم معالجة هذه الحرب فيما لو توقفت، معالجة تداعياتها فيما لو توقفت؟ المساعي تتعلق تحديدا بتطبيق القرار 1701، وهناك المفاوضات حول تطبيقه، التفاوض الفرنسي مع رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب يحاول أن يدور الزوايا، أن يجد طرق ملتوية لتطبيق القرار 1701، في حين أن حزب الله لم يقل كلمته حتى الآن. فإذا ما كان يوافق على فصل غزة عن حربه مع إسرائيل، والمسألة تتعلق أيضا بإسرائيل إذا كانت ستوافق على أي بنود وأي تراجع عن الحدود وكيفية تطبيق القرار 1701، وهل ستقبل بإنهاء حربها مع حزب الله فيما لو توقفت في غزة؟ كلها أسئلة مفتوحة. طب هل هي الورقة الفرنسية المنقحة فقط لتمرير الوقت لصالح الطرفين ربما؟ الورقة الفرنسية معدلة أو التي سبقت هذا التعديل، أعتقد أنها جزء من مسار فرنسي يواكب التطورات اللبنانية باهتمام شديد منذ فترة طويلة، ونشط أكثر في الأشهر الأخيرة لتجنب الحرب، لكن هذا الاهتمام مرتبط أيضا بالفشل الدائم للمساعي الفرنسية من أن تحقق نتائج ملموسة. أعتقد أن هناك بالدبلوماسية شيء اسمه مواكبة الأحداث وليس التأثير فيها بشكل دائم. على الأقل حاليا يحاول ستيفان سيجورني، يحاول أن بعدما فشل في فصل الجبهتين غزة وجنوب لبنان، أن يسعى إلى ما هو أقل من حرب شاملة والقبول بأكثر من حرب محدودة، يعني تهدئة نوعية إطلاق النار وقواعد الاشتباك في حدود مقبولة بانتظار التسوية في غزة إذا حصلت. نعم، شكرا لك من بيروت رئيس تحرير صحيفة نداء الوطن بشارة شربل، شكرا جزيلا. مشاهدينا نبقى في لبنان، حيث أثبتت دراسة أجرتها الجامعة الأمريكية في بيروت للمرة الثالثة أن نسبة تلوث الهواء في المدينة بمواد المولدات الكهربائية السامة تزداد مع الأعوام حتى وصلت إلى 50%، وهذا النوع من التلوث يعتبر الأخطر لانتشاره بين المنازل، الأمر الذي يؤدي إلى ازدياد نسب الإصابة بسرطان الرئة بين اللبنانيين. ليس غريبا التلوث عن هواء بيروت، لكن الخطورة تكمن في ازدياد نسبه عاما بعد عام. هذا ما كشفته دراسة أعدتها الجامعة الأمريكية في بيروت للمرة الثالثة. قبل 7 أعوام ساهمت المولدات الكهربائية بنسبة 32% من نسب تلوث الهواء، لتصل هذه النسبة اليوم إلى 50%. دكتور نجاة عون كانت باحثة عندما شاركت بإعداد الدراسة للمرة الأولى، واليوم تطلق صرختها كباحثة وأيضا كممثلة نيابية لشعب يدفع الثمن من صحته.
هالموتوريت اللي دايرة كتير ساعات بالنهار عم بتكب مواد سامة، وهيدي المواد السامة لأنها سامة عم بتزيد الخطر على إنه الناس يصير معها كانسر بالمدينة. بالقانون ممنوع ولا حدا شخص أو شركة إنهم ينشوا كهرباء ويبيعوا كهرباء. شو عملوا هن بالفساد اللامتناهي عندهم؟ خلقوا قطاع بريت القانون. بلبنان عنا تقريبا من 3 ل 12 ألف حادث سرطان جديدة، وهيدي عم نشوف هالعدد عم بيزيد مع الوقت، وتوقعنا من هلا لل 2025 لل 30 بين 25 و 30 للأسف نطلع فوق ال 20 ل 30 ألف حالة سرطان، وأكثر السرطانات اللي عم نشوفها هي سرطانات الرئة. على اساس هيك نحن نطلب من كل البلديات، من كل من الدولة اللبنانية نرجع للحالة الطبيعية ونوقف هالمطارات. نحن في واحد من شوارع بيروت الراقية في كريتم، هنا نموذج عن كيفية اجتياح المولدات الكهربائية لأحياء العاصمة اللبنانية دون حسيب أو رقيب. فتحت البلكون بس اليوم كرمالك، أنا مش عم افتحها أبداً بس بدي أكل. تستقبلنا مها في منزلها الذي يطل على 3 مولدات كهربائية نصبت هنا قبل 8 أشهر فقط. بقلب البيوت، تحت البيوت، وزاروب مسكر. زاروب مسكر، كيف بدنا ننام؟ قليلي بس كيف بدنا ننام؟ غير الصوت وغير البيئة وغير كل شيء، وين الأمان لإلنا؟ بصراحة غنوة، أنا بحكي من الأخير، أنا زوجي إنسان مقعد، إنسان على الكرسي، لا سمح الله ولع الموتور ما عم نام بالليل، ولع الموتور واحد منهم مثل ما صار عزاء البلاط، مين بده يرحمني؟ مين أعطى الرخصة؟ بقلب البيوت يحط الموتورات؟ 9000 مولدة كهربائية تنتشر في بيروت دون وضع أي فلترات مناسبة للتقليل من مخاطر تلوثها. غنوة يتيم، الحدث، بيروت. استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. قصف مدفعي للجيش السوداني على تمركزات الدعم السريع في بحري. كانوا هذوما معنا شخصيتين من أبرز الوجوه في مرحلة تونس ما بعد 14 جانفي، لذلك تم اغتيالهم اغتيال مشروع. لماذا باعتقادك السيد حماد الجبالي استخدم هذا المكتب تحديدا؟ ربما نبالغ نقول ثم حسب، لكن ثم المكالمة اللي تمت يوم 15 جانفي تبين أنه بن علي فعلا كان مقطع الوقت وكان ما عندهش دراية باللي صار من أحداثه. كيف رد عليه الغنوشي؟ الدكتور محمد الطيب يوسفي مدير ديوان رئيس الحكومة التونسي الأسبق. الذاكرة السياسية، الجزء الثاني، الجمعة 10:15 على شاشة العربية. في صمت الأشياء من حولك، في كل حركة متناغمة وسكون، في الانتظار لانتهاء الألم، في كل ثانية تمر هناك أحداث، صراعات، في كل جزء من العالم، فكل لحظة ترسم مشهدا، تشكل خبرا، تصنع حدثا.
أهلا بكم مشاهدين من جديد. نفذ الجيش السوداني عمليات قصف مدفعي استهدفت تمركزات قوات الدعم السريع في مدينة بحري ومنطقة أمبدة التي شهدت عمليات كروفر وفق شهود عيان. وتتواصل العمليات العسكرية في شمال مدينة بحري في إطار العملية البرية للجيش السوداني الساعية لاسترداد مصفات الجيل للنفط، كما استهدفت مدفعيات الدعم السريع مقر الجيش السوداني في الخرطوم وسط تحليق مكثف لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المدينة مع سماع دوي أصوات المضادات الأرضية. اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي اعتبر أن الهجوم على الفاشر مع إغلاق الطرق ومنع وصول السلع الغذائية يعد جريمة حرب. وأعلن مناوي العزم على تحرير إقليم دارفور بأكمله من سيطرة قوات الدعم السريع. وقال مناوي إن أهل دارفور يستعدون حاليا لتحرير أنفسهم من الميليشيات في كل المدن وليس الفاشر فحسب، مرحبا بدعوات الأمم المتحدة وأمريكا لوقف التصعيد، معتبرا أن الدعم السريع يصر على تعنته ولا يستجيب لتلك الدعوات. وتعد الفاشر المدينة الوحيدة في إقليم دارفور غير خاضعة لسيطرة الدعم السريع الحائزة على ولايات جنوب ووسط وشرق وغرب دارفور. أبدى مجلس الأمن الدولي قلقه إزاء هجوم وشيك تجهز له قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في ولاية الشمال دارفور. وتعتبر الفاشر آخر مدينة كبرى في إقليم دارفور الشاسع غرب السودان التي لا تخضع لسيطرة قوات الدعم السريع. وحذر مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من أن هجوم الدعم السريع على الفاشر سيفاقم الوضع الإنساني الكارثي في السودان وسيؤدي على الأرجح لارتكاب فظائع ضد المدنيين في دارفور. وذكرت بدعوة واشنطن لقائدي الجيش السوداني والدعم السريع لوقف التصعيد فورا. أفادت منصة ميليتري أفريكا بوصول شحنة طائرات روسية إلى قاعدة براك الشاطئ في ليبيا. وذكرت المنصة أن شحنة الطائرات تحمل عشرات الجنود الروس بينما وصلت سفن شحن محملة بالعتاد العسكري والأسلحة إلى ميناء طبرق، مشيرة إلى أن معدات وأسلحة الفيلق الإفريقي وصلت إلى ليبيا عن طريق سفينتي الإنزال إيفان جرين وألكسندر أوتراكوفسكي. ميليتري أفريكا قالت إن العتاد العسكري يشمل مركبات مدرعة خفيفة وثقيلة ومركبات عسكرية من طراز غاز وكاماز ومدفعية مضادة للطائرات من طراز ZU-32.2، معتبرة ذلك دليلا على أن موسكو بدأت في نشر قواتها تحت مظلة ما بات يعرف بالفيلق الإفريقي في جنوب ليبيا. من العاصمة التونسية ينضم إلينا الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور خالد عبيد. أهلا بك معنا دكتور خالد في برنامج استوديو الحدث. هذا التوسع الروسي في القارة الإفريقية، وصول هذه الشحنات إلى جنوب ليبيا في هذا التوقيت، هل له دلالة معينة أم هو من ضمن الاستراتيجية الروسية للتوسع في القارة؟ صباح الخير أستاذة تهاني. صباح النور. هو في الواقع هذا التوسع هو لا يمكن فهم ذلك إلا من خلال الرغبة المحمومة لدى الروسي في التوسع في إفريقيا وتحقيق نوع من الحزام الروسي الذي بإمكانه أن يحرج بطريقة أو بأخرى الدول الغربية وخاصة منها قوات حلف الناتو، باعتبار أنه يجب ألا ننسى أن قوات حلف الناتو قد سبق وأن قامت بمحاصرة روسيا من الغرب، كل روسي من أقصى الشمال الغربي إلى أقصى الجنوب الغربي، وتحديدا أيضا ما يحدث في أوكرانيا، هناك رغبة غربية في مزيد إضافة وخنق أكثر روسيا. ولهذا السبب روسيا تحاول بطريقة أو بأخرى إحداث نوع من الشرخ الجيوستراتيجي، وذلك من خلال محاصرة الناتو بطريقة أو بأخرى في أحد معاقده وهي إفريقيا، بحيث التوسع الروسي يبدأ ربما من موريتانيا غرب إفريقيا إلى حد شرق إفريقيا. طيب هذا التوسع بالنسبة لروسيا في إفريقيا، يعني هو متعارف عليه سابقا بأنه في جانب من ليبيا مدعوم روسيا أو في تدخل من قوات الفاغنر، يعني كما كان وارد سابقا، هل
ما وصلت الشحنات العسكرية إلى طبرق؟ هل هو تجهيز لعمل عسكري ما مع الحديث للقوات الدول الأوروبية على الانتخابات، فشل مبادرات الأمم المتحدة المتمثلة في عبد الله بتيلي؟ هل هذا الأمر وصول هذه الشحنات يذهب في هذا الاتجاه، أم هو فقط يخدم التوسع الروسي في القارة؟ اعتقادي أن هذه الشحنات هي تخدم أكثر التوسع الروسي أقل مسألة الوضع في ليبيا، باعتبار أن روسيا تريد استغلال الحالة التي الجديدة التي أصبحت عليها منطقة الساحل الأفريقي ودول جنوب الصحراء، وخاصة إثر ما حدث في النيجر، بحيث هناك تكتل الآن هو معادي للغرب، وفي نفس الوقت لديه تعاطف كبير مع روسيا، وتحديدا هنا مالي وبوركينا فاسو والنيجر. وإذا ما أضفنا ما أشيع من وجود قوات روسية بطريقة أو بأخرى في تشاد، أو محادثات روسية تشادية في هذا المجال، وإذا ما أضفنا إلى كل هذا الانسحاب الأمريكي من النيجر، كما الانسحاب التكتيكي أو الوقتي من تشاد الأمريكي من تشاد، كل هذه دلائل تبين أن روسيا تريد أن تتحكم في هذه المنطقة الحيوية، والتي بإمكانها من خلالها أن تتحكم أيضا في ظاهرة الهجرة الغير الشرعية، أيضا تتحكم في بعض الاحتياطات النفطية والمعادن الثمينة الموجودة في هذه المنطقة، والأهم من كل ذلك أنها تتمكن من أن تحدث شرخ سيول استراتيجي تفصل به شمال إفريقيا عن جنوبها من خلال تحكم في وسط إفريقيا، ومن خلالها في المنافذ الاستراتيجية الكبرى سواء في شرق إفريقيا خاصة حول منطقة باب المندب وغيرها، أو منطقة القرن الإفريقي، كما أيضا من الجانب الغربي، حيث تصبح الصورة بطريقة أو بأخرى لديها ثغرات تحدثها في قلب هذه القارة، وبالتالي تطرد الوجود الغربي، وتصبح لديها ورقة رابحة تضغط بها على قوات حلف الناتو، تساوم بها لاحقا ربما في مسألة توسع الناتو في شرق أوروبا. نعم. طيب، يعني هل هذا مؤشر هل هذا مؤشر على أي صدام عسكري بين الجانبين، أقصد الناتو وروسيا؟ لا أعتقد ذلك. نحن الآن، ومثل ما ذكرت لديكم منذ أكثر من سنتين تقريبا مع التوغل الروسي في أوكرانيا، نحن نعيش على وقع تداعيات أو واقع جيوستراتيجي جديد على المستوى العالمي، يتمثل في حرب باردة لكن من نوع آخر، ليست كالحرب الباردة التقليدية التي عرفناها، بل هي حرب باردة تقوم على أساس إحداث نوع من المواقع الجيوستراتيجية الإقليمية المنافسة لهذا الطرف أو ذاك. فروسيا تريد أن يكون لها موطئ قدم ثابت في إفريقيا، تتمكن من خلاله بطريقة أو بأخرى أن تسترجع بعض مستعمراتها بين معقفين أو محمياتها السابقة في عهد الاتحاد السوفيتي مثل أثيوبيا وغيرها. نعم. وأدل ذلك أنها أحدثت دول أخرى، وهي هنا النيجر ومالي وبوركينا فاسو، وذلك من أجل استغلال هذه الورقة للضغط فيها. شكراً. من أجل سنذهب إلى الصدام المسلح. شكراً. الذي لا أعتقد أنه سيحدث. شكراً. من العاصمة التونسية الأكاديمي والباحث في الشؤون السياسية والأمنية الدكتور خالد عبيد، شكراً جزيلاً. تكتظ مخيمات اللاجئين السودانيين في شرقي تشاد بالأرامل والأيتام، حيث معظم الفارين من جحيم الحرب في السودان من النساء والأطفال. المزيد في هذا التقرير. مخيمات آدري شرقي تشاد، إلى هنا لجأ حوالي 600,000 سوداني فرارا من جحيم الحرب في إقليم دارفور. معظم النازحين في هذه المخيمات من النساء الأرامل والأطفال الأيتام الذين فقدوا أباءهم وإخوتهم وكل معيل لهم بسبب القتال في السودان. مسكون لنا أطفال وأبهاتهم تعبانين، أننا ما عندنا أي حاجة، ونهاية مصاريف ده نهاية ما عندنا أي حاجة، شغل نمشي نشتغل وما عندنا. يا هو نتلو إيش بدونا ده، نتلو كورة نسوي أدوات نشرو، يا ترى ما بصل لنا إيش ذاته. طبعا إيش نأكل ونبيه منه نصرف ده ما بوصل لنا. حصص النازحين من المساعدات غير متساوية، ويتطلب الحصول على الغذاء التدافع بهذا الشكل، لكن جميع اللاجئين يتقاسمون ألم اليتم والتشتت. وعندنا عيال بأكلونا كالطلوم، أبهاتهم ماتوا، عيال أطامة جبنا، ما عندنا مشامات، ما عندنا فرشات، ما عندنا بطاطين. البرد التشب ده من شهر 11 جينا ده، شهر 11 ده قرب البرد بكتلنا، الباخات بتاع مويه ما عندنا. سي ايش ده بدونا؟
لكن باخذ بتمويه ما عندنا. وكالات الأمم المتحدة وبعض الجمعيات الخيرية التي هرعت إلى شرق تشاد لإغاثة عشرات آلاف النازحين تقول إن أولوياتها يتصدرها توفير الغذاء والماء الصالح للشرب، بيد أنها تعترف بالحاجة لمواساة خاصة وللكرامة والدعم النفسي للأطفال والنساء من ضحايا حرب السودان. خليل الدجدود، الحدث، آدري، شرقي تشاد. مشاهدينا، انتهت الساعة الأولى من برنامج استوديو الحدث، دقائق ونعود ونلقاكم في ساعتنا الثانية، ابقوا معنا. تتوقف تحطم كل شيء، تاركة خلفها ذاكرة ورماد وحكايات يرويها من بقي منهم لكي تبقى شاهدة على المكان والزمان والإنسان. اليوم حرب السودان عامها الثاني. هذه الحرب اللعينة وقعت على رؤوس المدنيين السودانيين وقتلتهم وشردتهم. من الضروري جدا أن يتم الارتقاء إلى حجم المعاناة الكارثية. الأزمة الآن تنحدر إلى الدرك الأسفل، انحيازات غبلية، قتل بناء على الهوية. 90% ممن يواجهون مستويات الطوارئ من الجوع في السودان محاصرون في مناطق القتال الدائر. حضرتك تقول أن قوات دعم السريع متعاونة بموضوع إيصال المساعدات، فيما الجيش غير متعاون؟ بكل تأكيد الدعم السريع متعاون. قوات الدعم السريع ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. هذه الحرب أكدت وحشية الطرفين، بعدها يكون السودان أو لا يكون. هل هناك أي بوادر لأي خارطة طريق يتم القبول بها من جانب الطرفين؟ ماذا لو قيل لك أنك تعايش الآن أحداثاً لم ترها البشرية من قبل، أخباراً غيرت مسار التاريخ وشكلت وبعثرت ورسمت قصصاً وحكاية. احنا اليوم نكتة ثالثة، تهجير ثالث. ماذا لو قيل لك إنك تشهد على مرحلة زمنية سيكون لها أثر على أجيال قادمة لعشرات السنين؟ أنت الآن تتابع الأخبار، تشاهد أحداثاً عالمية وهي تتشكل من حولك. تابع الحدث لحظة حدوثه. الدقة، الموضوعية والسرعة في نقل الأحداث كما هي، مهمة أخذناها على عاتقنا منذ البداية الأولى، ولأننا نعيش في عالم التحولات السريعة كنا دائما في قلب الأحداث بحثاً عن الكلمة والمعلومة. نحن هنا لنقل وتوثيق وتحليل ما يدور على الساحات الإقليمية والدولية. الحدث، حيث يلتقي الواقع والإبداع في العرض والتحليل على مدار الساعة. يتعرض معظم سكان الأرض لتقلبات جوية، حيث الأعاصير والزلازل وارتفاع درجات الحرارة فتسببت بوفاة وتهجير الملايين وأضرار اقتصادية هائلة. ففي كل لحظة هناك أناس يواجهون التغير المناخي في بقعة ما من هذا الكوكب.
فنحن لا نقف عند آثار ذلك عليهم، بل نحاول جاهدين أن نبحث في كيفية إيجاد الحلول لمواجهة هذه الأزمة العالمية مع الخبراء والمختصين. The climate crisis is spiraling out of control. يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم، أوجاعهم، أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث. الآن استوديو الحدث. أهلا بكم مشاهدينا في الساعة الثانية من برنامج استوديو الحدث. إلى العناوين: ترجيحات إسرائيلية بالتوصل إلى اتفاق في صفقة المحتجزين خلال أيام مع استعداد لبحث تهدئة دائمة. حرب غزة تصعد توتر نتنياهو، تقارير عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي وخوف من مذكرة الجنائية. وزير خارجية فرنسا في لبنان في مسعى لتهدئة جبهة الجنوب، وهوكشتاين يترقب من تل أبيب تحريك القرار 1701. مع تعثر استصدار وثائق ثبوتية، 50% من النازحين العراقيين محرومون من حقوقهم وأطفالهم بلا هوية. وفد روسي في بورت سودان لتنسيق إقليمي، وتقارير عن نشر قوات لموسكو جنوب ليبيا تحت مظلة الفيلق الإفريقي. أبلغ بعض كبار المسؤولين الأمريكيين وزير الخارجية أنتوني بلينكين في مذكرة داخلية بأنهم لم يجدوا تأكيدات ذات مصداقية أو موثقة بأن إسرائيل تستخدم الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي. وبموجب مذكرة للأمن القومي أصدرها الرئيس بايدن في فبراير الماضي، فإنه على بلينكين تقديم تقرير للكونغرس بحلول 8 مايو المقبل، يحدد فيه ما إذا كان قد وجد ضمانات إسرائيلية موثوقة بأن استخدامها للأسلحة الأمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. فيما قال مسؤول أمريكي إن بعض العناصر في الوزارة فضلت قبول الضمانات الإسرائيلية، بينما فضل آخرون رفضها، فيما لم يتخذ أي موقف بعد. مشاهدينا، ارتكاب إسرائيل جرائم حرب وعدم امتثالها للقانون الإنساني الدولي خلال حربها على غزة، هذا العنوان بات يقلق إدارة البيت الأبيض، خاصة مع ورود معلومات باستخدام الأسلحة الأمريكية في القضاء في القطاع خلافا لما ينص عليه القانون الإنساني الدولي. التأكيد هو حمله عرض مشترك من 4 مكاتب بحسب رويترز ينفي وجود تأكيدات ذات مصداقية بشأن عدم استخدام إسرائيل أسلحة أمريكية وفقا للقانون الإنساني الدولي. واستشهد التقييم الذي قدم لوزير الخارجية أنتوني بلينكين ب8 أمثلة على الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي تثير تساؤلات جدية عن انتهاكات محتملة. وشملت الانتهاكات وفق التقرير ضرب مواقع تحظى بالحماية وبنى تحتية على نحو متكرر، وإلحاق الضرر بشكل غير معقول بالمدنيين من أجل مكاسب عسكرية. كما أشار التقييم إلى تسجيل 11 حالة من الأعمال العسكرية الإسرائيلية التي قال المسؤولون إنها شهدت تقييداً
للمساعدات الإنسانية بشكل تعسفي. وقال مصدر مطلع لرويترز إن المكتب القانوني لوزارة الخارجية الأمريكية لم يتخذ موقفا جوهريا بشأن مصداقية الضمانات الإسرائيلية المقدمة، لكن العرض المشترك اعتبر أن تعليق مبيعات الأسلحة الأمريكية سيحد من قدرة إسرائيل على مواجهة التهديدات المحتملة خارج مجالها الجوي، ويتطلب أيضا داعيا الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في جميع المبيعات الجارية والمستقبلية من الأسلحة الأمريكية لدول أخرى في المنطقة. وذكر التقرير أن أي تعليق لمبيعات الأسلحة الأمريكية سيثير استفزازات من جانب إيران والميليشيات الموالية لها في المنطقة، وسيقدم بلينكن تقريرا إلى الكونغرس يحدد فيه ما إذا حصل على ضمانات إسرائيلية موثوقة بشأن استخدام الأسلحة الأمريكية وفقا للقانون الأمريكي أو الدولي. هذا وأعلنت المتحدثة الناطقة باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية هالة ريرويت استقالتها اعتراضا على سياسة واشنطن تجاه الحرب على غزة، لتكون الاستقالة الثالثة على الأقل في الوزارة بسبب هذه القضية. مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة شهرها السابع، تزداد أصوات التنديد من الداخل الأمريكي بطريقة تعامل إسرائيل مع مجريات الصراع، لا سيما مع ارتفاع أعداد القتلى الفلسطينيين المدنيين. المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية هالة راريت، التي تشغل أيضا منصب نائبة مدير المركز الإعلامي الإقليمي في دبي، أعلنت عبر منصة لينكدإن استقالتها من منصبها بسبب معارضتها لسياسة إدارة الرئيس جو بايدن بشأن غزة. يشار إلى أن الاستقالة راريت هي الأحدث ضمن سلسلة استقالات لدبلوماسيين أمريكيين تنحوا عن مناصبهم بعد انتقادهم الدعم غير المشروط من بلادهم لإسرائيل. فقد استقالت جوش بول الذي كان مديرا لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية في أكتوبر الماضي. كذلك أعلنت مسؤولة في الخارجية الأمريكية أنيل شيلن التي تعمل في قضايا حقوق الإنسان بالشرق الأوسط استقالتها. وتلك الاستقالات أتت بعد أشهر من اعتراف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بوجود خلافات داخل وزارة الخارجية حول نهج إدارة الرئيس جو بايدن في التعامل مع الحرب، بعد توقيع 100 موظف بالخارجية الأمريكية على مذكرة معارضة لبايدن تتهمه بنشر معلومات مضللة، وتعتبر أن إسرائيل ترتكب جرائم حرب في القطاع وفق المذكرة. نقلت معاريف عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خائف ومتوتر من احتمال صدور مذكرة اعتقال بحقه من المحكمة الجنائية الدولية على خلفية الحرب على قطاع غزة. وقالت الصحيفة إن مسؤولين كبار في إسرائيل انتقدوا تغريدة نتنياهو التي هاجم فيها الجنائية الدولية قائلا إن حكومته لن تقبل بمحاولات المحكمة لتقويض حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها. وأضافت معاريف أن تصريح نتنياهو قد يؤدي إلى تعقيد الوضع، وقد تكون بمثابة رسالة إلى المحكمة يمكن تفسيرها على أنها تهديد. وقالت مصادر الصحيفة إن نتنياهو أجرى اتصالات مكثفة خاصة مع واشنطن لمنع صدور مذكرة اعتقال بحقه من الجنائية الدولية، وأشارت إلى أنه يحاول بشكل غير مباشر الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن للتحرك بهذا الخصوص. وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هناك اعتقاد بأن صدور مذكرة الاعتقال مسألة وقت، وقد تشمل مع نتنياهو وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هليفي. كل هذه التطورات السياسية. من لندن ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص. أهلا بك معنا دكتور محمد في برنامج استوديو الحدث. أول سؤال، هل سيتمكن بلينكن من إيجاد ضمانات بأنه إسرائيل لم تستخدم الأسلحة الأمريكية بشكل يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان وإبادة وجرائم حرب، أم لن يصل إلى هذه النقطة؟ وانعكاسات ذلك على أي قرارات مستقبلية من واشنطن بتسليح إسرائيل؟ يا دكتور محمد أعتذر منك بس ما احنا سامعينك، يعني على ما يبدو الصوت انقطع. سنحاول إعادة الاتصال بك مرة أخرى إذا كنت تسمعنا. خرج مئات من الإسرائيليين في تظاهرة بمدينة حيفا للمطالبة الحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس في غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر. Thank you.
يعود إلينا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص عبر الهاتف. دكتور محمد، كنت سألتك الضمانات التي ستقدم من إسرائيل إلى بلينكين ردا على التقرير الذي نشر في رويترز، هل سيكون لواشنطن موقف حاسم بعد هذه الضمانات إن قدمت وكانت مقنعة؟ الأمر يعود إلى الولايات المتحدة، لأنه حتى الآن ما عبرت عنه الأحزاب الحاكمة، تحدث عن الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري من دعم لإسرائيل، لا يشي حتى الآن أن الموقف الرسمي بإمكانه أن يعطل هذه العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. طبعا هناك إشارات عديدة عن تحفظ إدارة بايدن في السلوك الإسرائيلي، لكن لم يصدر ما يمكن أن يؤذي إسرائيل في عمليتها. طبعا القبول بهذه الضمانات من عدم القبول هو قرار سياسي، لأنه بإمكان واشنطن أن تقبل
نوعية هذه الضمانات المقدمة من إسرائيل، وبإمكانها أيضا أن تغض الطرف عن هذه الضمانات، لكن بكل الأحوال هذا يعتبر مؤشر على ضغوط حقيقية تمارسها واشنطن على تل أبيب. نعم. طيب بالنسبة لأدوات الضغط، يعني الإعلام يتحدث عن الإعلام الأمريكي أقصد يتحدث عن الانتهاكات الإسرائيلية وارتكاب جرائم حرب، وهناك مخاوف من صدور مذكرة بحق وزير الدفاع ونتنياهو وغيره من الحكومة الحرب من المحكمة الجنائية الدولية. هل ممكن أن تتدخل واشنطن هنا وتستمر في عملية دعم الحكومة الإسرائيلية الحالية، أم سيكون الأمر مختلف وفعلا ستصدر هذه المذكرة التساؤل؟ طبعا شيء لافت ما يصدر عن الولايات المتحدة سواء في الكلام عن إمكانية فرض عقوبات على إحدى وحدات الجيش الإسرائيلي، وهذا يعود إلى تحقيقات قديمة، لكن بالمعنى السياسي هناك قرار سياسي بأن يتقدم هذا الملف. ثانيا في المزاج العالمي أيضا هذه المظاهرات الجارية في العالم خصوصا في الجامعات الأمريكية، وهي التي تمثل النخب التي ستصبح حاكمة في الولايات المتحدة، وواضح أن هذه التجربة أو هذه السابقة الأمريكية بدأ يكون لها مفاعيل في أوروبا، في إيطاليا، في فرنسا، وحتى في أستراليا. فبالتالي هناك مزاج دولي في هذا الشأن، ناهيك عن مسألة الجنائية الدولية التي يبدو بدأت تزعج نتنياهو وتزعج الحاكم. في الجنائية الدولية هي فرع من فروع الأمم المتحدة، وبالتالي هي تتجاوز الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. إمكانية صدور هذا الأمر عن مؤسسة قضائية بإمكانه أن يكون عاملا ضاغطا، أعتقد أنه سيكون أيضا عامل بإمكانه أن يكون ضاغط في الداخل الإسرائيلي كما بدأ الرأي العام الداخلي هناك. نعم، استقالات متتالية، ربما هذه الاستقالة الثالثة التي كنا نتحدث عنها، وهي استقالة المتحدثة باللغة العربية في السفارة أو المركز الإقليمي للقنصلية الأمريكية في دبي، تقريبا هذا هو مقرهم. هل هذه الاستقالات المتتالية في وزارة الخارجية اعتراضا على سياسة واشنطن فيما يخص دعمها لتل أبيب، هل تشكل عامل ضغط حقيقي على إدارة الرئيس بايدن؟ هذه نقطة. النقطة الثانية، هذا الضغط الذي يأتي من داخل الخارجية الأمريكية كيف يمكن أن يستغل للرئيس دونالد ترامب إن فاز في الرئاسة المقبلة؟ يعني يجب عدم التقليل من أهمية هذا الارتباك الحاصل داخل وزارة الخارجية الأمريكية. نتحدث عن استقالات، قبل ذلك تحدثنا عن رسالة جماعية لحوالي 100 من السفراء والدبلوماسيين والموظفين في وزارة الخارجية الذين اعترضوا على سياسة الولايات المتحدة إزاء حرب غزة. أيضا هذا الظرف يأتي في ظل حملة انتخابات رئاسية، نحن في على بعد أشهر من الانتخابات في نوفمبر، وبالتالي يحتاج الرئيس بايدن إلى الأصوات أيضا المؤيدة لغزة، سواء كانت على مستوى الأقليات الاجتماعية، على مستوى الجالية المسلمة، أو على مستوى الجناح المتقدم اليساري في الحزب الديمقراطي. أن تأتي هذه الخطبة من داخل الإدارة الأمريكية ومن داخل الذراع الدبلوماسية الأولى لهذه الإدارة، فعلا بإمكانه أن يضغط على بايدن وعلى البيض الأبيض في هذا الشأن. لكن بكل الأحوال حتى أشعار آخر، القرار الأمريكي ما زال داعما بشروط لإسرائيل. هل ممكن هذا التقارير التي صدرت عن الانتهاكات الإسرائيلية أن تثني واشنطن في استمرار دعم إسرائيل في تنفيذ عملية رفح؟ قد يكون ذلك مفاجئا أن تقوم الإدارة الأمريكية بقرار نوعي في هذا الشأن. حتى الآن هي تقول أن ليس لديها مانع في هذه المعركة وهذه هذا الاجتياح لرفح، هي فقط تفتش عن كيفية إدارة مسألة المدنيين وكل ذلك. أعتقد أنه التقارير الأخيرة تتحدث عن إمكانية الوصول إلى هدنة أو اتفاق مع حماس في غزة، بإمكانها أن يكون أحد الأدوات الضاغطة هذه المرة لإبرام هذه الصفقة، أولا لتخليص نتنياهو من حرجه ولتخليص الإدارة الأمريكية من نفس الحرج. شكرا من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد القواص، شكرا جزيلا. مشاهدينا، استوديو الحدث مستمر وفيه أيضا. القضاء الفرنسي يوجه اتهاما لزوجة قيادي سابق في داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
أكثر من 22 مليون متابع وما يقارب 475 مليون مشاهدة ونصف مليون زائر لموقع الحدث شهرياً. تابع وشاهد الأخبار المحلية والعربية والعالمية على الحدث من خلال منصات التواصل الاجتماعي. شاهد وشارك وتفاعل. تجدد المعارك بين الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. هذه المعارك متواصلة بوتيرة واحدة، كأن المشهد يتكرر دائما. إلى متى سيبقى الوضع على ما هو عليه؟ في سلاح المهندسين تحديدا، هل في الأيام الماضية كان هناك تعاطي مختلف مع تلك المنطقة غاية في الأهمية بالنسبة للطرفين؟ قوات الدعم السريع تريد أن تصعد من عملياتها العسكرية. كل المناطق التي يسيطر عليها الدعم السريع، الشعب يشعر بالأمان، يشعر بالاستقرار. هنالك انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان. سوق الشعب تعرضت لنهب، يعني بجد الحالة أصبحت صعبة. كيف تقرؤون دعوة مالك عكار الأخيرة؟ الحرب الآن في السودان هي حرب عبثية، كل طرف يسعى للثأر والانتقام من الآخر على حساب المواطن السوداني. الآن وبعد تعثر مفاوضات جدة، ما السيناريوهات إذن القادمة؟ أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت وزارة الخارجية السودانية إن وفدا كبيرا برئاسة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف يصل إلى مدينة بورت سودان اليوم الأحد في زيارة رسمية تستمر يومين. وذكرت الوزارة في بيان أن الوفد سيلتقي خلال الزيارة برئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه مالك عقار ووزيري الخارجية والمعادن ومسؤولين آخرين. وأوضح البيان أن الزيارة ستهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في كل المجالات عبر تفعيل التشاور والتنسيق بين البلدين ثنائيا وفي المنابر الإقليمية والدولية. مشاهدينا، بعد أيام قليلة من إعلان أوكرانيا فتح سفارتها رسميا في السودان، يصل إلى السودان مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وإفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على رأس وفد كبير في زيارة رسمية تستغرق يومين. وبحسب مراقبين، تعد هذه الزيارة محطة أخرى للصراع الروسي الأوكراني، إذ تسعى موسكو لتغيير بوصلة الخرطوم حول العلاقات مع كييف التي قدمت منحة قمح لمساعدة السودان. زيارة بوغدانوف تأتي أيضا قبل أيام قليلة من إجرائه مباحثات مع مدير المخابرات العامة السوداني في موسكو حول تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في السودان. وبحسب مراقبين، فإن هذه اللقاءات قد تغير أيضا بوصلة الدعم الروسي لقوات الدعم السريع عبر فاغنر. تقارير عدة تحدثت عن حرب روسية أوكرانية أخرى داخل الحرب السودانية عبر فاغنر الروسية التي تساند الدعم السريع والمخابرات العسكرية الأوكرانية، التي تشير تقارير إلى أنها تقاتل إلى جانب الجيش السوداني. في مارس الماضي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قوات أوكرانية خاصة تدرب عناصر في الجيش السوداني بطلب من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. التغلغل الروسي في السودان بدأ بالفعل منذ أواخر عام 2017 عبر امتيازات منحها الرئيس السوداني السابق عمر البشير للكريملين. كما يعد السودان ثاني أكبر مستورد للأسلحة الروسية في إفريقيا، وبين البلدين 16 اتفاقية تتيح لروسيا استخدام المطارات السودانية وإرسال عدد محدود من السفن وعدد محدود من الأفراد إلى الميناء الذي يعد أول مركز بحري لروسيا في إفريقيا. وبحلول عام 2021 كانت وجهة روسيا في السودان أكثر وضوحا، حيث ترسخت علاقة فاغنر مع قائد قوات الدعم السريع حميتي. كما زار حميتي موسكو لتعزيز العلاقات بينه وبين الروس في أوائل عام 2022، أي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. Thank you.
هذا الحكم لم يكن عسكري. والآن سيعود الأمر لمناقشة هذا الموضوع. من موسكو ينضم إلينا المحلل السياسي الروسي يفغيني سيدروف. أهلا بك معنا سيد يفغيني في برنامج استوديو الحدث. أهمية هذه الزيارة لنائب وزير الخارجية الروسي إلى السودان في هذا التوقيت ماذا تعني؟ أهمية هذه الزيارة ناجمة عن كون روسيا تتنافس مع البلدان الغربية التي تريد التأثير على الدول الإفريقية وحثها على التخلي عن التعاون مع روسيا في شتى المجالات، مهددة بها بالعقوبات التي كانت قد فرضت على السودان منذ زمن بعيد، ولكن في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب تم شطب السودان من القائمة السوداء، وأصبحت الدول الأوروبية بالإضافة إلى الولايات المتحدة وعدد من دول الاتحاد الأوروبي تبدي نشاطا غير مسبوق في جذب المزيد من الدول الإفريقية لجانبها وفي محاولة لإبعادها عن روسيا كشريك رئيسي. روسيا ردا على ذلك نظمت عدة قمم بين موسكو والدول الإفريقية، قمة سابقة كانت في شهر تموز من العام الماضي، والقمة على مستوى وزراء الخارجية ستنعقد تقريبا بعد 3 أشهر من الآن. هذا يعني أن روسيا تم جدا بتوسيع نفوذها في الدول الإفريقية ردا على الجهود المبذولة من قبل الدول الغربية لجذب هذه الدول إلى جانبها. طيب، توسيع هذا النفوذ كيف يمكن أن ينعكس على الصراع القائم حاليا في السودان من جانب روسيا؟ هل ممكن أن تسهم في تهدئة الأوضاع؟ طبعا من المعروف أن رئيس مجلس السيادة السيد البرهان توجه في العام الماضي إلى روسيا بطلب للمساهمة في تسوية هذا الصراع. روسيا أبدت استعدادها لتلعب دور الوسيط، ولكن يبدو أن تفاصيل هذه الوساطة لم يتم التنسيق بشأنها، وبالتالي حتى الآن هذه المبادرة بمثابة في حالة تجميد. ولكن روسيا مستعدة لمواصلة جهودها أيضا لكي تعود إلى هذا الدور. نعم. طيب، ما هي الأجندة المحمولة في هذا اللقاء؟ الأجندة المحمولة في هذا اللقاء أولا وقبل كل شيء التعاون العسكري، لأن روسيا بطبيعة الحال تعتبر ثاني بالنسبة لروسيا، السودان تحتل المكانة الثانية في إفريقيا من حيث الدول التي تشتري الأسلحة والعتاد الحربي الروسي بعد الجزائر، وبالتالي أعتقد أن هذا التعاون سوف يتواصل ويعزز سمعة روسيا في الدول الإفريقية الأخرى التي هي أخرى أيضا مستعدة للتعاون مع روسيا في هذا المجال. الملف الثاني هو بطبيعة الحال ملف الطاقة وملف التعدين. الشركات التعدين الروسية على استعداد للعمل في السودان للتنقيب عن الثروات والمكامن التي يمكن أن تساعد السودان في ترشيد وتفعيل إقامة. أتمنى أنه ما زال معنا سيد يفغيني. أنا معك. طيب، هذه التحركات الروسية جاءت بعد أن افتتحت أوكرانيا سفارتها في الخرطوم، لماذا لم تأتي هذه التحركات سابقا؟ هذه نقطة. الأمر الآخر، هل يمكن لهذه الزيارة التي تأتي في هذا التوقيت المحتدم في الصراع أن تغير بوصلة الدعم الروسي لقوات الجيش بدلا من الدعم السريع؟ لا، أنا أعتقد بالنسبة لأوكرانيا أنا لا أعتقد بأن إمكانياتها وقدراتها فيما يتعلق بمسارات وتوجهات ومجالات التعاون مع السودان أقل بكثير من روسيا، لأن أوكرانيا لا تستطيع مثلا أن تنظم التعاون العسكري مع السودان مثل روسيا. إمكانيات روسيا تتفوق كثيرا عليها بالنسبة
أوكرانيا. هذا أولا. ثانيا، روسيا وعدت العديد من الدول الإفريقية بتقديم الإمدادات من الحبوب ومعظمها بلا مقابل. هذا يعني أن سوق روسيا للحبوب وغير ذلك من المنتجات أصبح جذابا أكثر بالنسبة للدول الإفريقية. شكرا من موسكو المحلل السياسي الروسي إفغيني سيدروف، شكرا جزيلا لك. نفذ الجيش السوداني عمليات قصف مدفعي استهدفت تمركزات قوات الدعم السريع في مدينة بحري ومنطقة أمبدة التي شهدت عمليات كر وفر وفق شهود عيان. وتتواصل العمليات العسكرية في شمال مدينة بحري في إطار العملية البرية للجيش السوداني الساعية لاسترداد مصفات الجيل للنفط، كما استهدفت مدفعيات الدعم السريع مقر الجيش السوداني في الخرطوم وسط تحليق مكثف لطائرات حربية تابعة للجيش في سماء المدينة مع سماع عدوية أصوات المضادات الأرضية. اعتبر حاكم إقليم دارفور رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي اعتبر أن الهجوم على الفاشر مع إغلاق الطرق ومنع وصول السلع الغذائية يعد جريمة حرب. وأعلن مناوي العزم على تحرير إقليم دارفور بأكمله من سيطرة قوات الدعم السريع. وقال مناوي أن أهل دارفور يستعدون لتحرير أنفسهم من الميليشيات في كل المدن وليس الفاشر فحسب، مرحبا بدعوات الأمم المتحدة وأمريكا لوقف التصعيد، معتبرا أن الدعم السريع يصر على تعنته ولا يستجيب لتلك الدعوات. وتعد الفاشر المدينة الوحيدة في إقليم دارفور غير خاضعة لسيطرة الدعم السريع الحائزة على ولايات جنوب ووسط وشرق وغرب دارفور. أظهرت صور حصرية للحدث حجم الدمار الكبير الذي لحق بمدينة باب نوسة بولاية غرب كردفان في السودان، فقد تعرضت المدينة لقصف جوي ومدفعي مكثف أدى إلى نزوح جميع السكان وسط اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. شوف على قلة دق البتاع ذيك. هنا آثار قصف الطيران للشبكة ولبعض الأسواق للسوق المجاور لشبكة السوداني في مدينة باب نوسة. استديو الحدث مستمر وفيه أيضا. خدمة جديدة في مطار اسطنبول لإبعاد القلق والتوتر عن المسافرين.
بكم من جديد. وجه القضاء الفرنسي اتهاما لزوجة قيادي سابق في تنظيم داعش بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية. وذكرت صحيفة لو بارزيان الفرنسية أن عائدة من سوريا تدعى سونيا اتهمت لاستعبادها مراهقة أيزيدية في سوريا إذ كانت الشابة الأيزيدية في 16 من عمرها حين اشتراها رئيس العمليات الخارجية في داعش الملقب بأبي مثنى. وأوضحت الصحيفة أن أبي المثنى مستهدف بمذكرة توقيف وأدين غيابيا على خلفية اعتداء أحبط عام 2015 بضواحي باريس. وقالت الصحيفة الفرنسية إن المتهمة أنكرت ارتكاب أي إساءة وكشفت عن حادثة اغتصاب واحدة من جانب زوجها السابق، مشيرة إلى أنها نفت حملها مسدسا أو أن تكون قد عنفت الشابة الأيزيدية أو أنها كانت على علم أن زوجها كان يغتصبها. من باريس ينضم إلينا الباحث السياسي الدكتور خلدون النبواني. أهلا بك معنا دكتور خلدون. يعني هذه الحوادث التي يتهم بها قياديين في تنظيم داعش، كيف يمكن في مشكلة في الصوت؟ شكله انقطع الاتصال، نعتذر، على ما يبدو في مشكلة في الصوت هذا اليوم يعني. طيب سنحاول العودة إليك يا دكتور مرة أخرى. أعود من جديد إلى باريس الباحث السياسي الدكتور خلدون النبواني. دكتور خلدون إن شاء الله سامعني كويس، كنت أتحدث معك عن القضاء الفرنسي وإصدار أحكام، إصدار مذكرة توقيف بحق متهمين في تنظيم داعش. كيف يمكن التعاطي مع هذه المسألة منذ فترة طويلة؟ هل كانت هناك أي نتائج حققت على الأقل؟ تحياتي لك تهاني ولمشاهدي قناة الحدث. يعني هذه المحاكمة هي المحاكمة الأولى لمن عاد أو من عادت من سوريا بشكل أساسي بتهم جرائم ضد الإنسانية ويعني جرائم متعلقة بالتصفية العرقية وإلى ما هنالك. وبالتالي هذه المحاكمة يعول عليها كثيرا لأنها فاتحة لإمكانية محاسبة أولئك الذين عادوا وفق جرائم تتعلق بشكل خاص بالأقليات التي اضطهدت من قبل جماعات داعش. هذه السيدة على سبيل المثال عادت من سوريا، سوزان أم، وهي كانت زوجة أحد الجهاديين عبد القادر بن يوسف الملقب بأبو المثنى. إذن هي الآن في مرحلة التحقيق، لديها محاميها يدافع عنها بالقول بأنها لم يعني ترتكب هذه الجرائم التي نسبتها إليها المتهمة، وهي فتاة يزيدية تبلغ من العمر اليوم 25 سنة، كان عمرها 16 سنة. والمتهمة أيضا نفت بشكل قاطع كل تلك الاتهامات الموجهة إليها. طبعا هنا القضاء الفرنسي على المحك، وبخاصة أن يعني أولئك الذين عادوا من سوريا أو سمح لهم بالعودة من النساء والأطفال، كان هناك خلاف قانوني كبير حول الأمر، وتدخلت الكثير من المنظمات والجهات، حتى كان هناك اتهامات لفرنسا برفض يعني استعادة مواطنيها الذين ذهبوا إلى سوريا للقتال في أوساط داعش. طيب فرنسا عندما تصدر مذكرات اعتقال وعندما تكون هناك أحكام غيابية، كيف يمكن أن تكون هذه الأحكام رادعة وهم لا يتواجدون على الأراضي الفرنسية؟ أم هناك تنسيق مع الانتربول يعني تنفيذ هذه المحاكمة في باريس؟ عموما بخاصة مثلا مجرمي داعش هناك تنسيق كبير مع الانتربول ومع المزيد يعني العديد من الدول. كان هناك على سبيل المثال تنسيق ما بين فرنسا والعراق على سبيل المثال في التعامل مع المحتجزين من الجنسية الفرنسية هناك، بمعنى أن فرنسا التي لا تسمح على سبيل المثال بقانون أو بحكم الإعدام،
تركت هذا الأمر يمر لأنه خارج أراضيها، بمعنى أنها كانت هناك أيضا رأي شعبي بضاغط نحو عدم إعادة الأطفال والنساء الذين ذهبوا إلى داعش، كان الأمر كذلك، ولكن مع الكثير من الضغوط اضطرت فرنسا إلى استعادة الأطفال والنساء أو جزء منهم على الأقل إلى فرنسا. هؤلاء يحاكمون الآن. على سبيل المثال زوج هذه المتهمة الملقب بأبو المثنى كان عليه تهمة، صدرت بحقه حكم غيابي لاطلاعه بحسب القضاء الفرنسي بهجوم نيس على سبيل المثال والتخطيط له. هذه التهم طبعا رادعة، وهي أيضا تهم تجعل الشخص المحكوم عليه مقيد الحركة ومطالب أيضا من قبل القضاء الفرنسي، الذي أيضا يمكن أن تتطور القضية إلى علاقة في القانون الدولي، بمعنى العلاقة ما بين دولتين على سبيل المثال بين العراق وفرنسا، وما قد يكون من هناك ربما إشكاليات قانونية، تعويضات وإلى ما هنالك. الآن فرنسا في الموضوع السوري تحديدا هي لديها قصد المتحاور الأساسي معه، وهو شريك لفرنسا أو يعني يتلقى الدعم بشكل أساسي من فرنسا، لكن ما عدا ذلك الأمور يعني متروكة. الفرنسيين والذين ذهبوا إلى هناك من الذكور البالغين متروكين لحكم القضاء العراقي أو المحاكمة فيما بعد من قبل قسد أو من قبل جهات دولية أخرى، لكن فرنسا تنصلت منهم. العائدون إلى هنا يعني عادوا، الأطفال يتم إعادة تأهيلهم، النساء هناك ملاحقات واعتقالات، لكن المهم أن فرنسا فتحت باب التحقيق بخاصة فيما يتعلق بالأقليات هناك، ولديها ثلاث جهات مؤسسات يعني تحاول تحقيب هذه، تسجيل كل التفاصيل ومتابعة المتهمين بقضايا وبأحكام. هذه المحكمة هي الأولى من نوعها في هذا الإطار. شكرا من باريس الباحث السياسي الدكتور خلدون النبواني، شكرا جزيلا لك. قالت منظمة الهجرة الدولية إن 50% من العائلات العراقية النازحة والعائدة إلى مناطقها الأصلية فقدت واحدة أو أكثر من وثائق الأحوال المدنية المهمة، ودعت المنظمة والسلطات العراقية لإجراء تسهيلات قانونية لتلك العائلات خصوصا التي تعيلها النساء. وتشير المنظمة في تقريرها إلى أن الحصول على وثائق وهويات مدنية أمر ضروري للحصول على خدمات وحقوق أساسية من حماية اجتماعية وتعليم ورعاية صحية. وتؤكد المنظمة أن أطفال العائلات التي تعيلها نساء هم أكثر عرضة لمصاعب وتعقيدات حصولهم على الوثائق، والتي تتطلب الحصول على فحص الحمض النووي للتأكد من تبعية الطفل. وتدعو المنظمة إلى دعم إيجاد حلول لمثل هذه الحالات الصعبة التي تكون فيها هوية أب الطفل مجهولة بسبب حالات الاغتصاب على يد داعش. من بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي. أهلا بك معنا دكتور حسين. أولا نريد أن نعرف منك حسب الإحصائية الرسمية. أهلا وسهلا. الإحصائية الرسمية المسجلة في وزارة الداخلية أو الجهات المعنية بهذا الأمر في العراق، الأشخاص الذين يفقدون أوراق ثبوتية لهوياتهم، كم عددهم وما هي الآلية التي بدأتم العمل عليها؟ لا، بغض النظر ست هاني عن الاعداد، سيتكلم عن السياسه العامه الان للحكومه العراقيه. في 23/1 في الجلسه الرابعه من عام 2024 لمجلس الوزراء اتخذت قرارات استراتيجيه مهمه، وطبعا كان هنالك اكثر من 15 الى 16 فقره، ومن الفقره 14 طبعا عالجت هذه الفقره في 23/1/2024، وهو ان تكون هنالك لجنه مشتركه ما بين وزاره الهجره والمهجرين وكذلك وزاره الداخليه لاصدار الهويات. وطبعا هنالك حملات تقوم بها وزاره الداخليه وبالتعاون مع وزاره الهجره وكذلك بالتعاون مع المنظمات الدوليه في عمليه تسيير هذه الفرق الجواله، او كذلك بالمقابل المؤسسات الثابته في المناطق الجغرافية في المحافظات، وكذلك بالمقابل في الآليات التي قد تكون هنالك حالات حرج جدا تحتاج إلى مساعدة، ويجري طبعا استجابة من قبل وزارة الداخلية في هذا المسار. وبالتالي السياسة العامة للحكومة العراقية هي تعمل على معالجة هذا الإرث الكبير الذي يعني فيه تحدي كبير في حصول المواطن من هذا المسار الذي عانى في يعني تحت سيطرة تنظيم الإرهابي داعش، ثم
استهدفته القوات المسلحة العراقية، ثم وجد أن مستمسكاته قد فقدت أو أتلفت أو قد أحرقت أو قد لا يكون هنالك مستمسك لدى البعض مثل ما ذكرتي حضرتك. وبالتالي هنالك لكل حالة من الحالات معالجة، وهنالك حملات تقاد من قبل وزارة الداخلية وكذلك بالمقابل وزارة الهجرة والمهجرين، وهنالك طبعا قرار يعني عام صادر عن الحكومة العراقية يسهل وييسر هذا المسار. وبالتالي بين الحين والآخر نجد هنالك هذه الحملات تعمل، وكذلك دوائر منح الجنسية مفتوحة، وكذلك المستمسكات الرسمية، وكذلك ما يخص الذين لا يمتلكون طبعا يتم معالجتهم من خلال المسار القضائي، ومن ثم كذلك وزارة الداخلية وكذلك فحص الحمض النووي وغيرها من الفحوصات الأخرى. طيب دكتور حسين، يعني هذا إرث كبير على العراق الذي ربما يعاني الآن من ظروف اقتصادية سياسية وأمنية أيضا بسبب التوترات الحاصلة في المنطقة. هناك من هم أساسا يتبعون لجنسيات مختلفة، كيف يتعامل العراق مع هؤلاء؟ هذه هم كذلك مشكلة معقدة، لأن هنالك من المقاتلين العراقيين الذين انضموا إلى التنظيم الإرهابي وتزوجوا الأجانب، وبالتالي هذه تركة كذلك يجري معالجتها من قبل الأجهزة الاستخبارية بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، وكذلك بالمقابل المخيمات سواء في مخيم الجدعة الذي هو مخيم عراقي الآن داخل الأراضي العراقية وتشرف عليه وزارة الهجرة والمهجرين وتعمل على عملية تفكيك عقدة التطرف الكبير الذي يجري نقل العوائل الذين بعد التدقيق الأمني ينقلون إلى هذا المخيم، ومن ثم كذلك يرحلون إلى مناطقهم بعد أن يتم تسوية القضايا التي قد تكون موجودة لديهم من مشاكل مجتمعية، وكذلك بالمقابل مشاكل اقتصادية ومشاكل أخرى قد يكون دورهم يعني مدمرة إلى آخره بهذا المسار. وهذا بالتالي ما يعني أن هنالك كذلك مسار تقوم به الحكومة العراقية لمعالجة إرث التنظيم الإرهابي داعش، لكن يحتاج إلى طبعا مسارات متعددة. ولذلك أقول لك ست هاني لكل حالة يعني معالجة انفرادية أكثر ما أنه هي حالة جماعية. طيب ما كتبه التقرير قد يكون فيه معلومات، ولكن هذه المعلومات قد تكون غير محدثة. طيب أنا أحتاج منك إجابة مختصرة لأنه عندي نقطتين. النقطة الأولى، البرامج الاجتماعية لإعادة تأهيل هؤلاء، هل بدأ بها العراق؟ النقطة الثانية، موضوع الفحص النووي، هل فقط يقتصر أو طلب من دولة أخرى رعاياها داخل التنظيم وداخل هذه المخيمات؟ لا، ما يخص عملية الاندماج للعراقيين الذين يجري عملية تأهيلهم ومن خلال مخيم الجدعة، حقيقة هنالك إجراءات تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها من المؤسسات الأخرى التي تتيح فرص العمل للاندماج الذين لا يؤشر عليهم أنهم منتمين إلى التنظيم الإرهابي طبعا بهذا المسار. أما ما يخص حقيقة عوائل التنظيم الإرهابي داعش وخصوصا من قضية الأجانب الذين تزاوجوا مع عراقيين، طبعا هذا يجري معالجته معالجة فنية واستخبارية وأمنية، وكذلك بالمقابل وزارة الهجرة والمهجرين تشرف على هذا المسار عبر مستشارية الأمن القومي وكذلك المؤسسات الأخرى. نعم، شكرا من بغداد مستشار رئيس الوزراء العراقي الدكتور حسين علاوي على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا. في مطار اسطنبول ميزة جديدة لإزالة توتر الركاب قبل رحلاتهم، خصوصا أن عوامل كثيرة تزيد من القلق لدى المسافرين. لذلك قررت إدارة المطار طرح هذه الميزة لأول مرة في تركيا، فما هي وكيف كان إقبال المسافرين عليها؟ المزيد في هذا التقرير. في مدينة كاسطنبول تصنف من أكثر المدن ازدحاما، تبدو مهمة الوصول إلى مطارها الرئيسي مطار اسطنبول ليست بالمهمة السهلة، خصوصا في أوقات ذروة الازدحام، ما يبعث في نفوس المسافرين كثيرا من القلق والتوتر. توتر آخر قد يعانيه من يخشون ركوب الطائرة أو المتأخرون عن مواعيد رحلاتهم في هذا المطار الكبير والمزدحم. إدارة المطار ابتكرت طريقة لتخفيف القلق بتوظيف 5 كلاب تسمح للركاب بمداعبتها ومعانقتها بغرض الابتعاد عن التوتر.
نحن في مطار اسطنبول نستقبل ملايين المسافرين من عدة جنسيات وثقافات مختلفة، ويغلب إحساس القلق والتوتر على المسافرين في المطار. بالطبع اختلاف الثقافات يكون عاملا في الاقتراب من الحيوانات، لكن مسافرين هنا مسرورون جدا ويمضون الوقت مع الكلاب ويلتقطون الصور معهم بردود فعل إيجابية بهذا الخصوص. الكلاب مرت بفترة تدريب لتصبح علاجا للتوتر، وخضعت لبرامج تأهيل وحصلت على شهادة بعد نجاحها بالاختبارات، وهنا يمضي المسافرون وقتا جميلا معها. في هذه التجربة الجديدة تداوم الكلاب بزيها الرسمي رفقة مدربيها من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، أي في ذروة ازدحام المطار. فكرة الكلاب لعلاج التوتر رائعة، لأن أغلب المسافرين يصيبهم التوتر خلال السفر مثل عدم التأخر عن الطائرة. أنا الآن عندما رأيت الكلاب شعرت بالسرور لأني نسيت توتر أين بوابة المغادرة أو متى ستقلع الطائرة. أحببت هذه التجربة في البداية. عندما رأيت الكلاب سألت صديقتي ماذا يفعلون في المطار، واقتربت منهم رأيتهم يلبسون لباساً، فتأكدت من أنهم كلاب خدمة. إنها تجربتي الأولى وأتمنى أن أرى هذا في بلدي. هي تجربة جديدة يمكن أن تتوسع في قادم الأيام بعد ردود فعل إيجابية تلقتها إدارة المطار، سيما أن الكلاب خضعت لبرنامج تدريب مكثف امتد لعدة أشهر، بما في ذلك إزالة التحسس تجاه المحفزات الخارجية المشتتة للانتباه كالأصوات والأشخاص، لذلك فهي آمنة 100%. من مطار إسطنبول، زيدان زنجلو، الحدث. مشاهدينا شكرا لكم على كرم المتابعة، دوما تابعوا قناة الحدث على منصات التواصل الاجتماعي وتفاعلوا معها، وزوروا أيضا موقعنا الإلكتروني الحدث.net. أنا تهاني الجهني أشكركم على كرم المتابعة، في أمان الله.